من يملك القطاع الخاص في العالم العربي؟ تعتبر غالبية شركات الأعمال في الدول العربية ذات ملكية محلية. أظهرت الدراسات الاستقصائية على الشركات في عدة بلدان عربية أن حصة الملكية المحلية في عينة من شركات التصنيع والخدمات تتجاوز 90%. تتأثر ملكية وأشكال الشركات بالسياسات والقوانين الوطنية، حيث تقيد بعض الاقتصادات العربية الشركات المملوكة للأجانب بالكامل، وفي حالات مثل الكويت تضع الضرائب والإعانات الوطنية الموردين الأجانب في وضع غير مؤات. لكن معظم البلدان تسعى للانفتاح على الملكية الأجنبية بشكل ناهم، ومؤخراً سمحت البحرين والإمارات العربية المتحدة بالملكية الأجنبية الكاملة. زوروا موقع الشبكة واقرأوا المزيد عن القطاع الخاص في العالم العربي ضمن الراصد العربي 2021.